نتحول إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على انخفاض جماعي للمؤشرات الرئيسية، وسجل رأس المال السوقي مستوى 756 مليار و600 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد انخفض مؤشر إيجي أك 30 بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 11715 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أك 70 والذي تراجع بنسبة 26% ليغلق عند مستوى 2212 نقطة. الانخفاضات طالت أيضا مؤشر إيجي أك 100 والذي انخفض بنسبة 61% ليغلق عند مستوى 3239 نقطة. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 15 جنيها و65 قرشا للشراء و15 جنيها و78 قرشا للبيع، وسجل اليورو 17 جنيها و75 قرشا للشراء و17 جنيها و89 قرشا للبيع، في حين سجل الجنيه الاسترليني 21 جنيها و34 قرشا للشراء و21 جنيها و52 قرشا للبيع. وأمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي اليوم 4 جنيهات و26 قرشا للشراء و4 جنيهات و30 قرشا للبيع، في حين وصل الريال السعودي إلى 4 جنيهات و17 قرشا للشراء و4 جنيهات و21 قرشا للبيع. في أسواق المعادن النفيسة شهدت أسعار الذهب بالسوق المصري ارتفاعا محدودا والذي وصل حوالي 3 جنيهات، وذلك بسبب صعود سعر الذهب عالميا والذي سجل اليوم 1820 دولارا للأوقية. وفي الأسواق المحلية سجل عيار 18 نحو 681 جنيها، عيار 21 795 جنيها، عيار 24 908 جنيهات. أما الجنيه الذهب فقد سجل اليوم 6400 جنيه. إلى أسواق النفط العالمية، حيث ارتفعت الأسعار لليوم الرابع على التوالي، وذلك بعد أن أدى حريق في خط أنابيب عراقية إلى توقف الإمدادات لفترة وجيزة، وهو ما زاد المخاوف بشأن توقعات قائمة بالفعل للشح في المعروض في المدى القريب. وقد صعدت العقود الآجلة لخام الأمريكية بنسبة 0.8% ليسجل 86 دولارا و9 سنتات، والخام الأمريكية أيضا ارتفع، مزيج برنت ارتفع بنسبة 0.6% يسجل 87 دولارا و99 سنتا للبرميل.